Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just took me in the family. Credit cards in the scammers. Getting no licks in the band. Legacies. مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أنا علي عمار ورجعت لكم فيديو جديد أو بتسريبات جديدة عن لعبة الفري فاير. أوكي أصدقائي، قبل أن نبلش بالفيديو، رابط حسابي على الإنستغرام تحت بصندوق الوصف للي حاب يتابعني على الإنستغرام، رابط فيديو آخر مسابقة سويناها على القناة كمان تحت بصندوق الوصف اللي حاب يروح يشوف الفيديو ويشارك بالمسابقة. كمان رح أطلب منكم طلب قبل ما نبلش بالفيديو، إنه تشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكوا بكل فيديو جديد وبكل تسريب جديد عن لعبة الفري فاير. خلونا ما نطول أكثر من هيك ونوصل 50,000 مشترك بأقرب وقت، وكمان خلونا ما نطول اكثر من هيك بمقدمة الفيديو ونفوت بالموضوع ونشوف شو التسريبات الجديدة للعبة الفري فاير. اوكي، اول شيء عندنا هذا الفيديو تبع الفاير باس الجديد. الفيديو عن جد اسطوري كتير. اوكي اصدقائي، زي ما انتو شفتوا مقطع كتير اسطوري عن جد، كتير عجبني. من التسريبات الجديدة عندنا واللي هي الرقصة الجديدة للقطة. اوكي، يعني ما اهتمت كتير انا هذا الموضوع، بس حبيت يعني افرجيكم اياه. وتاني شي عندنا واللي هو السكن للموتور الجديد. عن جد سكن كتير خرافي يا شباب، شوفوا يعني سكن ناري، شكله عن جد كتير حلو. اوكي، تاني شي عندنا واللي هو السكن الجديد تبع الهيرويك. هذا السكن تبع الهيرويك راح يكون عن جد سكن كتير حلو وكتير خرافي، راح استنى هذا السكن بفارغ الصبر لينزل عشان اجيبه. هيك شكله من الامام وهيك شكل السكن من الخلف، عن جد اسطوري كتير، فيه شعار الهيرويك حاطين من ورا. عن جد هذا السكن كتير اسطوري يا شباب، فانا راح اكون اول واحد يجيبه ان شاء الله. وطيب علي، كيف نجيب هذا السكن؟ راح افرجيكم كيف راح نجيب هذا السكن. هيك راح نجيب سكن بالرانك توكن، سكن مجاني 100% مجاني، يعني بالرانك توكن بس تلعب رانك تتجمع هذول الرانك توكن وتشتري السكن هذا. عن جد سكن كتير حلو، بس سعره كم راح يكون انا ما بعرف، يعني عن جد ما بعرف يعني كم لازم يكون عندك رانك توكن عشان تجيبه، او يعني عن جد هذا الشيء اللي بعرفه بس انه راح يكون بالرانك توكن، ما بعرف السعر، وبعرف انه رح ينزل بع السيزون الجاي ان شاء الله. اوكي اصدقائي، اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة اذا ما كنتوا مشتركين، فعلوا جرس التنبيهات عشان يصلكوا بكل فيديو جديد عن قناتي، وزي ما حكيت رابط حسابي على الانستغرام كمان تحت بصندوق الوصف للي حاب يتابعني على الانستغرام. وكمان اخر مسابقة سويناها على القناة، رابط الفيديو تبع المسابقة هذا راح يكون كمان تحت بصندوق الوصف. سو اصدقائي، هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، كان معكم علي عمر واشوفكم ان شاء الله على خير.